أول ما بدأت بالدراسة كان يمشي معي إنسان معه ليسانس شريعة، فيوم نروح مشوار يقدمني إمام بالجامع، وإذا في فتوى يسألني عنها، وإذا في عقد قران أنا أعقد. قال له أنت شيخنا أنت، يلي قرب شيخ، قرب أنت، قرب أنت إمامنا اللي أنا أخذت الشهادة وعلقتها على الحيط، اسمها إجازة النسيان. هالإجازة هي أخذتها وعلقتها، ما لجنس الطعمة، لا إحنا قرأنا للتطبيق. العلم شلون عم نشرحه؟ وين عاش العلم هذا إذا ما كان إيه نعم عايش معنا، عايش إيه نعم سبحان الله بقلوبنا. فبدأنا بالشيك بالقعدة وانتهى فينا الأمر. إيه نعم، كنت أحلم أن يكون مؤذن، وإذا بكون مؤذن يا سلام، ما في يعني فكري ما طلع أكثر من هيك. صرت مؤذن، صرت إمام، صرت خطيب جمعة، صرت معلم، ألفت كتب شرعية أحدها يدرس في الأزهر. إيه نعم، ألفت 13 كتاب. إيه نعم، من أقواها في الحديث الشريف مختصر الترغيب والترهيب اسمه سبيل الهدى والعمل. إيه نعم، إلي كتب إيه نعم جيدة جدا للطلاب. إلي كتاب اسمه أحكام الحيض والنفاس، عرضوا علي إيه نعم معهد شرعي إنه حوله لنمط يكون على يفهمون طلاب العلوم الشرعية، لأن أنا كتبي كلها تساويتها للجوامع، ما ساويتها إيه نعم للمعاهد الشرعية. هذا الكتاب كان يحضروا عندي إيه نعم طلاب من كلية الشريعة وكلية الحقوق، بس مشان إيه نعم ما فهموا غير عندي، هاي مواده جافة. إذا ما مشرح لك هلا كلمة إيه نعم، إذا قال لك إيه نعم سواء كانت طلاقا أو فسقا كالفرقة بالإلاء واللعان والعنة والردة وإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وفعله ما يجب حرمة مصاهرة بأصولها وفروعها، احفظون. شلون بدي أحفظهم؟ ليش فهمتهم لا أحفظهم؟ فيوم إيه نعم نشرحهم بفهمون الإنسان، خصة إذا كل شغلة عليها نكتة. من مدة كم يوم دعاني واحد مسؤول بالأوقاف، كان أحد مشايخي، فقال لي شيخ الله يكرمك يعني خفف لي هالمزح شوية ثم أمشي الحال. قال لي يا رجل أنت لما عم تشرح كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية عم تقول أنه ولا يثبت في النكاح خيار عيب ولا خيار شرط ولا خيار رؤية، وعم تقول إذا الزوج فاتوا بزوجته على غرفة النوم ليلة الدخلة وقامت البروكة علقتها وقامت بدلة أسنانها حطتهم بالكاسة، إيه نعم قامت هذا اللنسز حطتهم بالعلبة تبعهم وإيدها ألغوص هيك فكتها ونط الزلمة من الشباك وهرب، قلنا له تعال هون هي زوجتها. أي لا تشرح هيك. لك ليش يا سيدي؟ قلت له، قال لي صحيح يعني بيضحكوا بس ما إيه نعم ما بصير بتشرح هيك، قول إنه الإسلام رباط مقدس لازم ما نغش بعضنا، ما راح يفهمها. هلا لما حكينا نكتة يا سلام ما بينساها بحياته. حتى في ناس قالوا يا شيخ احنا بنجي مشان نسمع النكته، اهلا وسهلا تعال، هلا بتجي تسمع النكته بكره بتجي ايه نعم بالنسبه لك بتجي بتتعلم. فسبحان الله ايه نعم فعل ما يجب حرمه مصابي اصولها وفروعها، فان جاءت الفرقه من قبلها كردتها ارتدت الزوجه عن الاسلام. ما بيحلو المسلم ان يتزوج مشركه كافرة، ما بيحقنا نتزوجها. إذا بدك تأخذ واحدة على غير دين الإسلام بدك تكون تؤمن بكتاب منزل، بدك تكون مسيحية أو يهودية، هدول لهم كتاب. أما نتزوج إيه نعم واحدة بتعبد البقر، إيه نعم واحد جاب خدامة من الهند كل ما مرقت إيه نعم صاحبة البيت تسجد له، قالت له المرة للزوجة ليش عم تسجد لي؟ قال هدول بيعبدوا البقر ببلاده وكل ما مرأتي بتسجد لي. هنا اليوم طلعت امرأة معي بالمكرو هيك، فكانت قاعدة قدام والله نزلت قالت لي شيخنا انت عود، انا برجع لورا رجعت بس قبل ما تعود قالت لي شيخنا بس الله يكرمك يعني حاش تحكي علينا. والله ما انا ما بحكي على حدا، ما بحكي على حدا. اذا كردتها امرأة كانت مسلمة وارتدت، طيب اذا كفرت ارتدت، اذا ثبت الدين ارتدت. في بيوت كثير تلاقي كفر عندهم يا لطيف مثل المسبحة. فتنا ذاك اليوم على بيت
بيتنا بيوت المسلمين لهم خاصية. فنحن فايتين بيقول لي ابن أخوه قال لي شيخنا قلت له نعم قال لي الشيخ هون يعنا بيكفر كتير أولاده مثل حكايته وأحفاده طالعين له ما صفى حياة زوجية صفت زنا قال لي كل مرة بينام مع زوجته زنا كان أولاد الحرام منين عم تجينا كنت أحد المساجد جامع التقوى كنت درس فيه فعم أقول إنه إيه نعم يعني الإنسان لما بيكفر فزنا يعني بيصفه ومرته واحد من المصلين اللي معناته ثلاثة أرباعنا اللي أولاد حرام لأنه في كلمات مكفرة مثل اللي حكيناها ما بينتبه إلا بني آدم بيحكي وأخذ راحته كفر رب كلمة يتكلم بها الإنسان لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في النار وهو لا يعلم لو مجي وقت الحساب عندك 70 سنة في جهنم نزيل هاي مشان كلمة لسه الحساب جاي هنا سمعت قصة أنا على الواقع ما بتنزل شوف هاي القصة يمكن ما حكيتها من 40 سنة هلأ أجت لبالي قصة نعم شغل خرافي يعني مثل حكاية كليلي ودمني إنه في بومة سألت النبي ذلك الزمان قال يا نبي الله ربك بيعجل بالذنب لما بيأجله يعني إذا إنسان ارتكب ذنب بيضربه مباشرة لما بيأجله شوي فقال له نعم حتى أسأل ربي قال سأل فقال له رب العالمين سبحانه وتعالى إنه نعم الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل بيأجل الذنب قامت راحت سرقت نعم زلمة عم يشوي لحمة سرقت سيخ لحمة وطارت فيه وهدت على العش تبعها مشان طعمي ولادها تاري على الآن بصة بالفرمة اللحمة حطتها على العش قاموا هبوا العش وهبوا الأولاد الفراخ واحترقوا الكل راحت عند النبي قالت لك ما قلت لي إنه ما بيضرب دغري يمهل ولا يهمل وبأجل قال والله الله ما بعرف قال له يا رب هي يعني دغري أول سرقة قال إيش إلها هذا الذنب القديم لسه جديد ما إجا لا احترقوا بذنب قديم لسه الجديد جاي طول بالك فقديش في عنا ذنوب وبلاوي زرقاء وقديش في عنا مصايب وبس نوع بتلاقي يا ربي دخيلك وكان اليوم عم يسألني واحد بالإزاعة كان إيه نعم كان عندي لقاء بالإزاعة مباشر أسئلة مباشرة بأنه بتلاقي كتير ناس مثلا بتقعد بالجامع بتحدث أو بيقعد بعزاء أو غيره فبيقعد بتلاقي صار ملائكة بحدثك قال الله وقال رسول الله تقول حالك ما شاء الله إيه هو بيكون تلاقي سبحان الله أكل بيضة والتأشيرة مرة فتت على كتب كتاب إيه عم قاعدين أهل العروس عم يحدثنا روى البخاري روى الإمام مسلم عن أبي هريرة عن كذا قال صلى الله عليه وسلم يا أنا وطار عقلي ناله للشب كنيالك نيالك المقلق شو ها لك يا هير بيت أحمى يا بلا نالوا قديش النقد عمي؟ اي والله قال 500,000 متقدم 500,000 تأخير هاي القصة من شي 30-35 سنة نالوا يا رجل عم تقلي قال الله قرصي طيرت عالي أخذت عالي قال له للشاب قال نيالا نالوا الله يعينك على الوعى مخور فينا قدولي فبتلاقي كتير يعني في ناس لما بتقعد معهم بيرضيك بالكلام بس في دكتور كان قرية من القرى خاله آكل حصة أمه فأجا قال لي شيخ اليوم تجي تغدى عنا إنه أنا بخطب الجمعة وبنزل على الشام قال لي تغدى عنا مشان تشوف خالي تحكي معه مشان موضوع الميراث قلت له رحت لعندهم على البيت لقيت رجل قاعد في البيت السلام عليكم وعليكم السلام قاعد يحدثني بالدين أنا ظنيته الشيخ أحمد كفتارو إيه نعم تعالي هذا الشيخ بذاته شو علم وفهم وكلام فأتى الدكتور راح جاب لنا إنه أكل من برا إيه نعم جاهز وإجا حط لنا الغداء عم نتغدى قالوا ما عرفنا بالحجي قال لي خالي أنا خالت له قال لي آكل حصة أمي قالوا حجي صار لك ساعة عم تخطب علي صار لك ساعة عم تحدثني وبعدين طلعت أنت اللي آكل ميراث قال لي لا ما لي آكل ميراث أنا كنت أشتري وسجل باسم جدي قلت له للدكتور مظبوط الكلام اللي حلفه
قال لي حلفوا أن أرضيها. قال له بتحلف يمين؟ قال لي بحلف. أنه أقول والله أنه كنت أشتري وحطه. كثير الناس تحلف يا الله كذب.